تواصل أيها الإخوة المتابعون انطلاقات اليوم الخاص بسن الصغار في يومه الثاني ضمن السباق المحلي الأول، وننطلق متواصلين مع حضراتكم عبر شاشات قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث الشيحانية مباشرة من هنا لكل متابعي ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة في العالم العربي. نتواصل مع شوطنا السابع وننطلق مع شوط خاص بالإبكار، وهذه الرياضية على المركز الأول حمد بن فاران بن عتيق البريدي المري على المركز الأول، ووصل هزاع بن حمد بن صالح أبو شريدة المري مع بنت الحصينية انطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع المركز الأول. شعار البريدي على المركز الثالث، أيضا تواجد لمزاحة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. والمركز الرابع، بشوف المركز الرابع، هذا شعار الهاجري مع مصيحة سعد بن سعود بن حمود بن شافي الهاجري على المركز الرابع، وسجل نقطة معنا اليوم، سجل نقطة هذا الشعار اليوم. المركز الخامس، هذه اللي غيرت وانتقلت إلى رابع المراكز، هي سليل حمد بن ناصر بن حمد آل زبدان المري. المركز الخامس، المركز الخامس، تحمل الرقم 30 وتنطلق هذه ود لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري اللي سجل النقطة الأولى اليوم في الشوط الرئيسي. هذا الشعار، يا سلام، هذه المراكز الخمسة الأولى المنطلقة والمندفعة، ونحن في الكوع الأخير وفي الخمسمائة متر الأخيرة عن نهاية الشوط. لا زالت الأمور مع بنت الحصينية، وغير شعار الزقيبة على المركز الأول، على المركز الأول وعلى الصدارة. وهذه ود، ود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري بعد أن حققت فرق الشوط الرئيسي الأول. تحرك شعار البريدي على المركز الثاني، تحرك شعار البريدي، ولكن ود على المركز الأول، على المركز الأول بثقة الكبار الزقيبة، ينطلق شعاره على المركز الأول محققا نقطة أخرى مع صباح هذا اليوم. يا سلام، جود مورنينج لهذا الشعار، صباحك خير يا الزقيبة، صباحك خير على فوز ود وعلى فوز فرق في هذا اليوم، تهانينا والناموس. المركز الثاني، هذه مزاحة لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الثالث، سليل على المركز الثالث، حمد بن ناصر بن حمد المري. المركز الرابع، الشهنية على المركز الرابع، محمد بن علي بن مبارك الكاموخا المري. المركز الخامس، وصلت مختارة لظافر بن راشد بن مسعود بن حباب الهاجري. تهانينا والناموس، أهنيك يا الزقيبة على هذا الفوز، شوطين اليوم حصل عليهم الزقيبة بعد فوز فرق، حققت ود النقطة الثانية لشعار الزقيبة، تهانينا والناموس على هذا الفوز. وهذه لحظات انتزاع ود ناموس هذا الشوط، وإهدائه لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم. تهانينا لكل الفائزين اليوم، المشاركين كلهم فائزين، مشاركة ميدان الشيحانية وحضور أبناء الخليج اليوم في ميدان التحدي، هذا الميدان الذي يحظى بالرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وهذه ود، والتوقيت الأفضل يسجل مع ود، 3:88 جزء من الثانية، يعني 3 دقائق وفاء وتماما، هناك 88 جزء من الثانية إضافة إلى 3 دقائق. تهانينا لمالك ود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري على هذا الانتصار. المركز الثاني، شعار البريدي على المركز الثاني، 3 ثانيتين 82 جزء من الثانية،
توقيتا سجل مع مزاح حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. تهانينا البريدي على هذا الفوز 3-3، 6 أجزاء من الثانية. سليل سجلت المركز الثالث لحمد بن ناصر بن حمد آل زبدان المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين.